السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدعوة كريمة من شبكة بيت أبو ظبي، دعيت لإلقاء كلمة قصيرة عن المخلفات مع المباني الخضراء تبع فعالية المنتدى البيئي الأول لعام 2023 تحت شعار دحر التلوث البلاستيكي. ولأهمية الموضوع حبيت إن أنا أسجلها برضو بحيث يمكن حد يستفاد منها. عايزين نتكلم عن إدارة النفايات في المباني الخضراء، إدارة النفايات في المباني الخضراء. طيب بداية، إيه هي المباني الخضراء وإيه الفرق بينها وبين الاستدامة؟ يعني السؤال ده على طول مطروح، إيه هي الاستدامة وإيه هي المباني الخضراء؟ هل الاتنين حاجة واحدة ولا الاتنين حاجتين متخانقين مع بعض ولا الاتنين في حاجات مشتركة بينهم؟ طيب الاستدامة والمباني الخضراء دي مفاهيم مرتبطة ومشتركة في بعض الأهداف، ولكن هما مختلفين في النطاق والتركيز. الاستدامة مفهوم شامل معناه تلبية احتياجات الجيل الحاضر والحالي من غير المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة. بمعنى ايه؟ انا لو المبنى لو المفروض يتبني بمئة وحدة خشب بلاستيك حديد، خلاص يبقى انا هستهلك المئة وحدة، ما استهلكش اكتر. ممكن التكلفة الاكتر دي الجيل اللي يجي بعد كده ما ليش حاجة يبني بيها، فلازم احنا نلتزم بالحاجة اللي احنا عايزينها، نوفي باحتياجات الجيل الحاضر من غير المساس باحتياجات الجيل القادم. ممكن من خلال مثلا ايه، لو انا بقطع اشجار ازرع اشجار او ازرع غابات في مكان تاني بحيث ان الجيل اللي جاي بعدينا ما يلاقيش صحراء يلاقي اشجار. نستخدم تقنية زي تقنية البيم. تقنية البيم هتخلينا نتأكد ان الهالك وده مخلفات، يعني انا لما اكون مثلا مفروض مثلا محتاج 1000 طن حديد والاسباب معينة في التصميم خدت 2000 3000، خدت كمية اكبر من اللي المفروض تتعمل، ما ده هالك وده بيترمي. والناس بتبص لتكلفة الهالك دي على تكلفة ان انا اجيب عربية تاخد الحاجة من المكان ده لبرة وخلاص لبرة الموقع، لا ده تكلفة الشراء الحاجة نفسها. يعني المشروع كان المفروض يكلف مليون، بسبب الحاجات ديت يكلف 1.5 مليون. فاحنا محتاجين تقنية زي تقنية نمذجة معلومات البناء، تقنية البيم، عشان اقدر اقلل الهالك. محتاجين فكر زي فكر اللين مانجمنت، ادارة رشيقة، ان انا اقدر اقلل الهالك واقدر اشوف الوقت بيضيع فين، الهدر اللي بيحصل في الوقت وفي الجهد وفي المخلفات وفي كل حاجة، اقلل المشاكل دي. طيب نرجع تاني لمفهوم الاستدامة. مفهوم الاستدامة بيشمل البعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي. احنا عايزين نوجد توازن بين النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت التنمية الاجتماعية وفي نفس الوقت حماية البيئة. ما يبقاش عشان هعمل نمو اقتصادي ادمر البيئة، او عشان اعمل تنمية اقتصادية او تنمية اجتماعية ادمر البيئة، او عايز احمي البيئة اجي على حساب الحاجات الاجتماعية. لازم يكون في توازن بينهم. طيب المباني الخضراء هي بتركز على الجانب البيئي للاستدامة في سياق البيئة المبنية. بيتم تصميم المباني الخضراء وبنائها وتشغيلها وصيانتها بطريقة تقلل من التأثير السلبي على البيئة. الإنسان لما بيجي أي مكان بيبقى ليه تأثير سلبي، بيقطع شجر، بيبدأ يبني، بيبقى فيه دخان، بيبقى فيه تلوث. التلوث فيه 3 أنواع، ممكن أقسمها كذا حاجة، بس ممكن تقسمها مخلفات صلبة وسائلة والهواء. فإحنا عايزين نقلل التأثير السلبي ده ونعزز رفاهية السكان. يعني مش هنخلي السكان نقول لهم عيشوا في خير، لا، هنبقى في رفاهية أكتر كمان. فالمباني دي بتستخدم مواد مستدامة وأنظمة فعالة في استخدام الطاقة، استراتيجية للحفاظ على المية، في ممارسات لتقليل النفايات، إعادة تدوير. هي مش الريسايكل بس، الاستدامة في تقنيات كتير غير الريسايكل، وفي ميزات أخرى صديقة للبيئة. يعني الاستدامة هي مفهوم أوسع بيشمل البيئة والاجتماع والاقتصاد، بس المباني الخضراء تطبيق محدد للممارسات المستدامة في الجزء بتاع المباني. فالمباني الخضراء هي جزء من تحقيق اهداف الاستدامة من خلال تقليل الاثر البيئي للبيئة المبنية. طيب المباني الخضراء هي بتصمم بطريقة عشان تقلل تأثير البيئي الناتج عن عمليات البناء والتشغيل والهدم. ممكن وانت بتهدم المخلفات دي تقدر ان انت تستخدمها استخدام اخر في اكتر من طريقة. يعني مش لازم الحوائط نستخدم حوائط، لا، ممكن الحوائط دي ندكها كطبقة من ضمن الطبقات بتاعة الطرق، بدل ما يبقى عندنا محتاجين مواد كتيرة جدا للطرق، لا، نقدر احنا نستعين بالمخلفات بتاعة المباني في ان احنا نعمل طبقة من ضمن الطبقات.
طيب بتوظف مفهوم الاستدامه والتصميم المستدام واستخدام تقنيات ومواد صديقه للبيئه في عمليه التشغيل. طب ايه المزايا منها؟ الفوائد بتاعه المباني الخضراء: تقليل استهلاك الطاقه، في تقنيات مثلا زي تقنيه العزل الحراري والتهويه الطبيعيه وتوليد الطاقه المتجدده لتقليل استهلاك الكهرباء والوقود اللازمين لتشغيل المبنى، ده يقلل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. توفير الميه، بيبقى فيه انظمه عشان تجمع وتخزن ميه المطر وتستخدمها تاني، ممكن نعمل سيستم مثلا للميه، مثلا ميه معينه تنفع انها تتعالج من حوض مثلا من نعالجها ونسقي بيها الزرع، فما بقاش نجيب ميه صالحه للشرب ونسقي بيها الزرع. ممكن نعمل تقنيه تفصل الميه في الصرف بحيث ان كل حاجه نشوف هنستخدمها ازاي، في حاجات مش هينفع تتعالج بشكل بسيط ده لازم تروح محطات معالجه، وفي حاجات تنفع تتعالج في نفس المكان وهكذا. في ان احنا نستخدم المواد المستدامه ذات الاثر البيئي المنخفض زي مواد معاد تدويرها، مواد عضويه. انا كده ما جبتش مواد اوليه واهلكت البيئه، لا ده انا بشوف ماده معاد تدويرها استخدمت قبل كده، زي يعني دي مش في المباني بس مثلا نضرب مثلا بالورق، ان انا اجمع الورق واعمل ورق تاني. تمام، في ممكن ان انا ده اللي هو الريسايكل، في ان انا اجيب الورق ده واحول المواد الاوليه، او الزيت احول المواد الاوليه الاساسيه بتاعته بحيث ان انا هستخدمه في اي حاجه بقى تانية من المشتقات بتاعه الزيوت وهكذا، عمليه البرمره ودي ريكفري. طيب نقدر ان احنا نستخدم المواد المحليه عشان نقلل المواد الضاره للبيئه والمنتجات بكميه كبيره من الانبعاثات. في جوده الهواء الداخلي، المباني الخضراء بتهدف لتحسين جودة الهواء داخل المبنى من خلال استخدام نظام تهوية فعال وتقليل استخدام المواد الكيميائية الضارة. في إدارة النفايات، إن احنا نقدر نعمل إعادة تدوير ليها وتخفيض إنتاج النفايات وإعادة استخدام المواد. من ضمن الحاجات برضو اللي في المباني الخضراء تحسين راحة المستخدمين. في برضو موضوع كفاءة الطاقة، إن المبنى بيبقى فيه عزل حراري وتوليد طاقة متجددة عشان نقلل استهلاك الطاقة. ان يبقى في تحسين لحياه القاعد في المبنى من غير ما نطلب منه، ان انت يعني مثلا عايزين نوفر الميه هقول له ما تستحماش، لا هقول له استحمى عادي، بس احنا في بلامنج فيكتشر او في مثلا دش مثلا معين بيقلل الميه بيعمل رذاذ بتحس ان انت تستحمى ومبسوط ومنتعش وكل حاجه، في نفس الوقت استهلكت كميه اقل من الميه. طيب بعد كده ندخل بقى على اهميه اداره النفايات في المباني الخضراء. طيب ايه هي اولا النفايات؟ النفايات هو عنصر غير هام او مورد في غير محله ناتج ان هو اتحط في المكان خطا والتوقيت خطا. يعني مثلا انا جايبين مثلا اكثر حاجه كانت بتحصل معانا، الدكتور بتاع التكييف متقطع غلط، فلما راح الموقع لا ان الحته دي كبيره، لا الحته دي محتاجين نقص فيها شويه، محتاجين الحته دي مش هينفع تشتغل بيها، فبتلاقي في مثلا هالك 20-30% والعمال اشتغلوا في الموقع، وده خطر ممكن يؤدي لاصابات وحد مثلا يصاب. فدي من ضمن الحاجات. فالمواد او المنتجات الغير مرغوب فيها او غير ذات قيمه، ممكن لو استخدمت صح يبقى لها قيمه، لكن هي في الموقع وفي المشروع دوت ما لهاش حاجه خالص. فاحنا بنعمل ان احنا ننزلها ونتخلص منها، ننزلها ونتخلص منها بحاجات كتير قوي، مش ان انا اعمل لها ديليت او ان انا اخدها ارميها، لا ممكن يبقى في ريسينك، ان انا افكر في الموضوع من قبل ما ابدا فيه، ادرسه بشكل كويس جدا. فالمخلفات ما تحسبش سعر ان انت بتاخدها من موقع ترميها، سعرها اصلا كام وسعر تحويلها كام وسعر اللي انت اشتغلت عليها كام وسعر العطله كام والوقت والحاجات دي كلها، هتلاقي تكلفه كبيره جدا. ما تحسبش فكره ان في حد بيجي ياخد الزباله، لا دي يعني مثلا مخلفات الطعام ليه ما نستفادش منها؟ ممكن مثلا تعمل نباتات وتستخدم بقايا الطعام كسماد عضوي، نباتات فوق السطح مثلا، ممكن تربي اي حيوانات او اي طيور وهكذا. فدي بنتكلم على الاطعمه العضويه، ممكن تعيد استخدام الورق وتعيد استخدام كل حاجه بحيث ان انت تقدر ان انت تستفاد منها. طيب نتكلم بقى على دورة حياة المنتجات اللي هو لايف سايكل اسسمنت. احنا عايزين نحدد قبل ما نبدا تأثير المنتج على البيئة، احنا نقدر نقول والله المنتج ده هيأثر بشكل ايجابي ولا سلبي على المنتج. يعني كان في ممر مشاة متعامل في النيل،
فلما اعترضت ناس كتيرة هاجمت الموضوع. انا معترض لسبب، والقانون في صفي، ان المفروض ان الحاجات دي ما تتعملش من الاسمنت وما تتعملش من الخرسانة، دي المفروض بتتعمل حاجة تقدر ان انت تفكها وتعملها تاني، ويرشح الخشب بعد الحديد، وفي خشب نروح تدوت ورحت دوت، بحيث ان انت تعمل ممر ومشاة من الحديد او من الخشب، وتكون كويس، ولو حصل اي مشاكل انت تقدر تشيله، لان الاسمنت والحاجات دي مهما عملت لها بتتفاعل مع المية، وده بيأثر على الاسماك وعلى النباتات الموجودة، والقانون بيمنع القصة دي. تمام، فاحنا لازم نحدد تأثير المنتج على البيئة، المادة دي هيبقى تأثيرها ازاي، بدءا من استخدام المواد الخام وصولا للتصنيع والتوزيع والاستخدام، وان انت تخلص منها ازاي. هل الحاجة دي سهل ان انا استخدمها تاني، ولا ايه خلاص انا بنيت بيها وبرميها خالص. فاحنا لازم ندور على البدائل الاكثر استدامة. تحسين تصميم المنتج، ممكن ان احنا نستخدم تحليل دورة حياة المنتجات عشان نحسن تصميم المنتجات عشان نقلل اثر البيئة. تحليل هيحدد المراحل اللي بتسبب اكبر تأثير، وتحدد الفرص التحسين زي استخدام مواد اقل تلوثا وتقليل استهلاك الطاقة وتحسين عمر المنتج وقابلية اعادة التدوير. تحسين سلسلة التوريد، يبقى يمكن استخدام تحليل دورة حياة المنتجات لتحسين سلسلة التوريد وادارة النفايات بشكل اكثر فعالية، ويتم تحديد المناطق اللي بيتم تحسينها في تسليه التوريد عشان نقلل النفايات، ونعزز اعاده التدوير، ونحسن استخدام الموارد، ونستخدم قرارات اكثر استدامه، ونستخدم نتائج تحليل دوره حياه المنتجات عشان يوفر لنا امكانيه ان احنا نقارن بين البدائل المختلفه ونختار الافضل. طيب تعالى بقى نكمل. طيب احنا ممكن نقسم الويست لاكتر من حاجه، ممكن مثلا من حيث النوع بتاعها زي ما قلنا، ممكن تبقى صلبه او سائله او الغازيه في الهواء، ممكن تبقى خطيره، نسميها خطيره ومش خطيره، يعني واحد مثلا بيتخلص من الحاجات بتاع كورونا مثلا فليها معامله خاصه، حاجات خاصه بالمستشفيات فيبقى ليها معامله خاصه، في حاجات بيبقى ممكن تبقى اساسا من المنازل، ممكن حاجات صناعيه، ممكن حاجات الكتريكال، ممكن حاجات ميديكال، فبنقسمها عشان نقدر نتعامل معاها. لو انت مش قادر تفهم الويست هتعامل معاه ازاي، لو انت مش قادر تقيسه هتعامل معاه ازاي، فاحنا بنبدا نقسم. دي حاجات مثلا تبع المواد الخام، دي تبع المباني، دي تبع الكونستراكشن ديمولشن لو انت بتهد مباني، دي حاجات تبع الويست ووتر تريتمنت، فكل حاجة منهم بيبقى ليها التعامل الأفضل وبنتخلص منها. يعني المواد الخطرة ما ينفعش إن أنا أحطها مع المواد العادية فالعامل بتاع النظافة يجيله أمراض. تمام، فنتكلم بقى عن التدوير. إحنا عندك طرق كتيرة جدا ممكن ريوز، يعني هستخدمها بس في حاجة غير اللي اتعملت ليها، يعني الكرتون مثلا بتاع لعبه حاجه، الكرتون ده ممكن تستخدمه في ان انت تحط فيه ورق، تحط فيه لين، تحط فيه الحاجه بتاعتك. تمام، ممكن ان انت تعمل عاده ليها تبعتها وتخلي المصنع يعالجها، يعني الريسايكل ان انت بتبعته للمصنع يعالجها، انما الريوز ده منك ومن نفسك، يعني الريديوس ان انت تحاول تقلل الهدر، الريبار ان انت تصلح الحاجه. وزي ما شايفين قدامنا السعوديه ما شاء الله كل الدول العربية فيها خير، كل الدول العربية فيها خير، بلاش نهاجم، لا كل الدول هتلاقي مصر عاملة وقت كويس في حاجات كتيرة، السعودية، أبو ظبي، الإمارات كلها، أبو ظبي إمارة من الإمارات، قطر، المغرب، الدول العربية كلها كل واحدة فيهم بتسعى لخدمة بلدها، فبتلاقي حاجة كويسة. فدي إحصائية شفتها عجبتني، إن هم قدروا يعملوا نمو 522%، يعني مش 100%، لا 522، يعني عاملين تحسين ما شاء الله خلال 10 سنين، يعني من 2010 ل 2021 عملوا نمو كبير، او بدل ما كان 54 طن وصلوا ل 340 طن اعاده تدوير للنفايات. طبعا اخر حاجه من الاحداث الكبيره كان كاس العالم، فقدروا ان هم يعملوا اعاده تدوير مخلفات البطوله، يعني 80% من مخلفات ملاعب كاس العالم تم اعاده تدويرها، في استاد كامل هيتفك ويتبعت لدولة من الدول العربية غالبا بيقولوا الجزائر او الاردن، فدي من اللي هو استاد ابو عبود 974، في استادات كتيرة هتفك منها كراسي كتيرة وتهدى لدول افريقية، في اماكن كتيرة استادات مش هتلاقي فيها كورة هتتقسم للملعب صغيرة ويبقى فيها
ناس تيجي تشتري وتبيع حاجات، يعني بيبقى في زي سوق حر كده يعني. فدي يعني ما مش عايزين نتحول لمدينه اشباح، ان الثمان استادات خلاص خلصت البطوله والاستادات فاضيه ومفيش حد يلعب فيها كوره او هيتلعب فيها، وعدد الجماهير 500 واحد يعني. فعشان كده هم بيحاولوا يفكروا فيها قبل ما يبداوا يعني. هم ما استناش ان البطوله تحصل ويقول لك عايزين نعمل اعاده تدوير المخالفات الموجوده، لا، من قبل ما نبدا هيحصل نفايات كذا ويبداوا ان هم يتعاملوا معاها. في حوايات نفايات ذكيه يعني، حتى من ضمن التجارب في العراق طلبه حطوا جهاز معين بحيث ان الزباله لما توصل لمستوى معين يدي انذار للبلديه، الزباله دي تعالوا لموها، بدل ما العربيه بتروح ما بتلاقيش زباله او تروح تلاقيها مليانه بقى لها يومين وهكذا. فدي كانت فكره كويسه. دي نوع من انواع الكمام، شفتها في بعض المطارات بتشتغل بطاقه شمسيه، بتضغط الكمامه دي هي بطاقه شمسيه، بتضغط الزباله والكمامه عزكم الله او النفايات بحيث تاخد مكان قليل وما بتستهلكش طاقه لانها بتشتغل بطاقه شمسيه. ده احد السيستم اللي احنا اشتغلنا بيه في مدينه اللوسيل بالشكل دوت. انت موجود في العماره بتاعتك، بتخرج بترمي سله في الانبوب، فالانبوب بيتجمع، بس بقى مش في عربيه تحت بتتجمع فيه، لا، ده في نظام لشفط الهواء، تمام، اسمه بنيوميك ويست كولكشن سيستم بروجكت. والمدينه كلها يبقى في مكان بيتلم فيه الزباله من غير ما يبعتوا عربيات تلم الزباله، هي المخلفات كلها بتجيلك عندك وتبدا ان انت تتعامل معاها، فمفيش تعامل بشري في مرحله التجميع، فده بيقلل اصابه الناس بامراض وبيقلل ان العربيات الزباله تكون موجوده في الشارع. وفكره بسيطه ان عربيات الزباله دي تبقى موجوده في الوقت العادي، ما تبقاش موجوده في يعني احنا عايزين ايه، انا يعني في دول بتخليها في اوقات الذروه الساعه 5 المغرب، ليه ما تبقاش كلها في اوقات بعيد عن دخول وخروج الموظفين؟ يعني انت ممكن تخليها بالليل خالص او تخليها الظهر، فانت كده بتحل بنسبه بسيطه في موضوع الازمه المرور، تمام. من ضمن الحاجات ان انت تعمل تسقيف للشعب الموجود والسكان الموجودين، ده هيفيد كتير جدا ان هم يعرفوا ان دي ثروه اللي احنا بنرميها، يقدروا ان هم يستفادوا منها بدل ما يرموا الكمامه. في طبعا انظمه كتيره جدا بتساعد على ان نقول المبنى ده مستدام او مش مستدام، زي نظام الليد والبريم، وطبعا نظام استدامه في ابو ظبي، نظام الجي ساس في قطر، الهرم الاخضر في مصر، السعوديه عامله نظام اعتقد اسمه سعف او هو النخيل يعني، الارز في او الرز في لبنان. فدول كتير عندها انظمه، والانظمه دي مش هي الهدف، اللي هي دي بتدلني المبنى ده صديق للبيئه او لا. بس يعني مره كنا شغالين في مشروع، المشروع هتاخد نقط لو عملت حاجه، لكن لو انت عملت الحاجه دي ده مش استدامه، ده اهدار. فده الفرق بقى، حد حافظ وحد فاهم. يعني انا لو عملت الحاجه دي هاخد 3 نقط او نقطتين، تمام. هم كانوا عايزين يعملوا ايه؟ يقول لك ان انت لو عملت مكان الناس اللي جايه بالعجله تركن العجله وتاخد دش وكده، ده بتديك على نقط لان انت بتشجع ان الناس تثبت على العربيات والناس تستخدم وسائل نقل غير مضره للبيئه. لكن لما احنا فكرنا فيها، ما فيش حد هيروح قطر او الامارات بالعجله، يعني صعبه في الحر والحاجات دي، فلقينا ان هو اهدار يعني بشكل او باخر. يعني انت ممكن تتمشى فيها بعد الشغل مثلا، انما مش هتروح الشغل بالعجله يعني، مش يعني ما بشوفش الموضوع ده. فقررنا ان احنا يعني نخسر النقطتين دول، لان هما مش هيضيفوا لنا حاجه، مجرد ان انت بتدفع فلوس عشان تاخد نقط وايه مش هيبقى لها استخدام. الانظمه دي عباره عن ايه؟ عباره عن هو بيقول لك ان انت في مثلا كذا نقطه الميه، لو انت قدرت تعمل نظام يقلل استهلاك الميه هتاخد نقطة، عملت نظام أفضل وقللت النسبة كذا يبقى تاخد نقطة، ابتكرت حاجة ووفرت أكتر من احنا متوقعينه هتاخد نقطة كمان، 3 نقط. فتبدأ تجمع النقط دول لحد ما توصل لإن أنت مثلا بيقول لك مثلا من كذا لكذا يبقى نظام سيلفر، نظام كذا لكذا ذهبي، نظام كذا لكذا بلاتينيوم. وكل سيستم طبعا بيبقى ليه ألوان مختلفة، يعني استدامة بيعتمد على اللؤلؤ، الهرم الأخضر معتمد على الأخضر، والهرم الأخضر على فكرة من ضمن الأنظمة اللي هو بيدي نقط على
بتستخدم البيم ولا ما بتستخدمش البيم؟ يعني بتستخدم البيم بيديك ايه؟ نقطة. استخدمت البيم في الاستدامة بيديك نقطتين، استخدمته في الفاسيلتي مانجمنت بيديك 3 نقط. فدي ميزة مش موجودة في بقية الأنظمة، ويعني دي حاجة كويسة يعني. تمام. طيب الاستراتيجيات بتاعتنا ايه؟ ان احنا نحد من مخلفات البناء من خلال التصميم من الاول خالص، يعني مش هستنى لما يحصل مخلفات وبعد كده افكر ان انا احلها خلال التصميم والتخطيط الفعال. تنفيذ نظام اداره النفايات للتشغيل والصيانه، اعاده تدوير وتحليل النفايات وتقليل التاثير البيئي وفرط في التكاليف من خلال تقليل التخلص من مدافع النفايات، تحسين جوده البيئه الداخليه للسكان. فاحنا بنعمل فصل النفايات، عدل تدوير، تقليل النفايات، التحلل العضوي، وإدارة النفايات الخطرة. فلو احنا قدرنا نفهم فكرة الويست نقدر احنا نتعامل معاها، نقدر احنا ننظمها، نقدر احنا نديرها بشكل قوي، بس محتاجين ان احنا نعترف ان عندنا مشكلة ونعترف ان ليها حلول موجودة، ونبدأ ندور كل مشكلة وليها حل، وما خلق الله داء ان لا خلق الله دواء. فنبدأ نفكر في الحلول ديت بحيث نقلل التأثير البيئي مع تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وجزاكم الله كل خير.